في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 4 أوت 2023 عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وفي إطار تأمين وحماية مياهنا الإقليمية ومحاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تمكنت فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين تقدر ب 35 كيلوغرام و800 جرام كانت محملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا، وهذا على مستوى ميناء الجزائر. العملية انطلقت بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول تواجد كمية من الكوكايين مخبأة داخل سفينة تجارية أغيس القادمة من دولة مالطا، والتي كانت راسية على مستوى الرصيف 33 بميناء الجزائر. تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية وبناء تسخيرة وكيلة جمهورية. تم إخضاع السفينة للتفتيش الدقيق من طرف أعوان حرسي السواحل، مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة على مستوى رافعة على متن السفينة. وفي السياق ذاته، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 36 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 174 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 271,007 أقراص مهلوسة بكل من تمن راست وأدرار وإنجزام وجنات. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 161 شخصا وضبطت 28 مركبة و195 مولدا كهربائيا و103 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 19 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب 13 طن، بالإضافة إلى 16 قنطارا من مادة التبغ و 28,835 وحدة من المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات من الوقود تقدر ب 7,921 لتر بكل من تبسة وسقهراس والطارف. ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 270 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة، فيما تم توقيف 237 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.